سلام هيجا هيجا شبت الهيجا شبت الهيجا حمد خليفة بن حمد بن خليفة العطية يدفع بهيجا في شوط السيف انطلق معها في المركز الأول بشاير في المركز الثاني صالح بن محمد الرشيد اليامي يا سلام يا سلام الصدارة أيضا هنا مع الجريان هنا مع هيجا هيجا في المركز الأول السيف 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 لكم يا ابناء الجريان الناموس يا خليفة يا بن حمد يا بن خليفة يا العطية سيف المؤسسي للجريان سيف المؤسسي للجريان سلام العطية سلام إذا هيجا تنتزع السيف تهانينا والناموس للسيد خليفة بن حمد بن خليفة العطية الله مع المركز الأول بيان مع المركز الأول سيف بن محمد بن زايد الخيارين مع المركز الأول ينتزع الشلفة الفضية بالإضافة إلى السيارة لامبورغيني تهانينا لمالك بيان محمد بن زايد الخيارين ولأنجاله الكرام على تحقيق الشلفة الفضية تهنئة للمضمر محمد بن ناصر القحطاني أحد الشباب المميزين أيضا من يتابعون هذا الشعار العملاق تهانينا لأبناء محمد بن زايد الخيارين على تحقيق الرمز الغالي في هذا المساء الرئيسي والسيارة سالم رئيسي مشكور راشد بن حمد بن راشد آل مرزيق المري وصل لكي يلحق في ركب المنافسة وفي تحديات هذا الشوط هنا النعيمي وهنا المرزي مشكور وسناد مسناد ومشكور اسناد ومشكور الخنجر الفضي وسلام إلى هذه مدينة المرة مع انطلاقة المرزي مشكور وراشد بن حمد بن راشد آل مرزيق المري يحقق هذا الانجاز الخنجر مع المرزي والمرزي يفوزوا بهذا الخنجر اننا رحبوا يا جماهير التراث بقدوم مشكور محقق الناموس هذا الشوط والخنجر الفضي تهانينا والف مبروك لراشد بن حمد بن راشد المرزي المري على فوز مشكور شعار هجن الشحانية هذه الداودية تحسم الموقف لمصلحتها وتنطلق انطلاقة لا رجعة فيها عن السيف سيف آخر في الرصيد اطلع يا ابو تميم احتفل بالداودية سلام هجن الشحانية الداودية ايضا سلام انجال سيدي امير البلاد المفدى يحتفلون بفوز الداودية يعشقونها كما نعشقها جميعا السيف للداودية تهانينا لسيد الامير ولهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني جاءت فيه زيارة لهجن الشحانية المركز الثالث سجلوا اسم لابق احفظوا اسم لابق يا لابق وهني جماهير الشعار الأدعم من حضرت لمشاهدة فعاليات هذا المهرجان وهذه الليلة الذهبية الله لابق حسم الشوط لابق حسمها لابق تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر الذهبي أشكرك يا الذهبي 10 على 10 الخنجر الذهبي للزمول الشوط المفتوح مع لابق يعانق الخنجر لابق في هذا الختام في هذا المهرجان تهانينا والناموس لابق ينتزع هذا الشوط انتزاعا تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني لسالم بن فاران الذهب مع الكايدة الشلفة الذهبية لكن الحذرة بالمركز الثاني الحذرة والكايدة الكايدة الحذرة بالمركز الثاني الشلفة الذهبية كايدة الشحانية الكايدة بالمركز الأول الشلفة الذهبية مع الكايدة الله تستحق
التحية، تستحق السلام، تستحق الناموس، تستحق الشلفة، الشلفة الذهبية مع الكايدة بشعار إجن الشحانية. هذه الكايدة 10/10 مع هذا المساء الرئيسي تحقق الناموس وتنتصر وتفوز بالشلفة الذهبية الخاصة بالعمانيات. لكن صايب وسليل ومسيطر هنا ثلاثية شحانية، أين سوف يتجه الخنجر؟ مع الشبل، مع الذهبي، الشبل الذهبي صايب هنا مع اللحظات الأخيرة، ولكن سليل قادم، اللحظات الأخيرة، مسيطر، صايب، سليل، الله خنجر الذهب، خنجر العمانيات هنا مع الذهبي، يذهب الذهبي بناموس أول الأشواط، ولكن مسيطر قادم، مسيطر قادم، سيلين 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 مسيطر، اللحظات الأخيرة، خط النهاية، الله ولكن سيلين الخنجر مع سيلين صايب سيلين، اللحظات الأخيرة، ولكن سيلين، تهانينا والناموس لهجنة شحانية.